يحتفل المسيحيون حسب الطقس الغربي بعيد الظهور الإلهي الإغطاس، وذلك في السادس من كانون الثاني من كل عام، وحسب الطقس الشرقي في الرابع عشر من الشهر ذاته. وبهذه المناسبة أحيت كنيسة القديس بولس الرسول في جبيها بعمان هذا العيد، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه الكاهن سليمان حيفاوي بمشاركة كاهن الرعية الأب سامر مدانات وحضور عدد من أبناء الرعية. وقامت جوقة الكنيسة بإحياء الاحتفال بالترانيم المميزة الخاصة بهذه المناسبة، وبعد الاستماع لعظة القداس تبادل الحضور التهاني بالعيد المبارك. الذهب يرمز إلى، طبعاً يقدم للملوك وهذا معروف بالنسبة لنا ولأولادنا الصغار، ولكن الذهب يرمز إلى ما يميز الإنسان، والله أعطى الإنسان ما يميزه وهو الحرية. حرية الإنسان اللي كثير مرات هذا الإنسان يستخدمها للابتعاد عن الله وليس للاقتراب. في الوقت اللي الأمم الوثنية المجوس استخدموها حتى يلتقوا مع الرب، مش يبتعدوا عنه ويهربوا منه. أما البخور فيرمز إلى الصلاة. ما يميز الإنسان أيضاً هو الصلاة. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يصلي، والصلاة في حد ذاتها هي اللقاء مع الله، هي أن نلتقي مع الله. وحتى نلتقي مع الله هنالك رحلة يجب أن نقوم فيها، يجب أن نترك أشياء كثيرة حتى يصح هذا اللقاء مع الله ويثمر. أما المر وهو العطر فهو يرمز للأعمال التي نقوم فيها، يقوم فيها الإنسان، الأعمال التي ترفع من مكانة الإنسان. هذه الأعمال هي التي إذا قدمناها لله نمجد فيها الله تعالى. أعمالنا اليومية، أعمال حياتنا اللي بنعيشها. لذلك يا إخوتي، في هذا المساء، في عيد ظهور الرب، في هذا المساء نذهب نحن أيضا مع المجوس لنلتقي مع الله في رحلة اتباع هذا النور، اتباع كل ما يعطينا الله من علامات في حياتنا اليومية العادية للوصول إليه. وفي الوقت اللي احنا بنوصل فيه لله، خلينا نقدم ذواتنا كاملة، وجداننا كامل نقدمه للرب بحريتنا، بصلاتنا، وبأعمالنا وحياتنا كلها. كما احتفلت كنيسة الروم الكاثوليك بجبل الويبدي بعيد الظهور الإلهي، وذلك في قداس احتفالي ترأسه الأيكونومست نبيل حداد بحضور عدد من الآباء الكهنة والشمامسة ولفيف من أبناء الرعية. وفي عظة القداس ذكر الأب حداد المؤمنين بنعمة الظهور التي تكشف مقدار محبة الله لنا، داعينا الجميع إلى محبة كل واحد للآخر حتى يكونوا مؤمنين برسالة المعلم المسيح له المجد. الحديث أيها الأحباء هو عن المسيح يسوع، يظهر لنا ويبدأ حياته العلنية، يظهر الله ويظهر في حياته العلنية، ويبدأ بحدث مهم. هذا هو الذي نحتفل به اليوم، ظهور الله واعتلانه إلينا. قبل هذا الحدث كان يعرف أن الله واحد، أما بعد هذا اليوم فقد كشف الله لنا، لأنه أحبنا كشف لنا عن سره أنه الإله الواحد الأحد في الأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس. هذا الظهور الإلهي الذي
يكشف لنا مقدار محبة الله لنا. رأيناه أيها الأحباء ونحن نعيش فرح الميلاد، فرح المغارة، فرح الولادة العجيبة. فرحنا لأن الله أصبح هو شمس العدل الذي أشرق لنا، فكان فرح عظيم لجميع الشعب لأنه قد ولد لنا اليوم مخلص. الفرحتان، فرحة الميلاد وفرحة الظهور، كانت عند الأولين يحتفى بها في الظهور الإلهي. الظهور بالجسد الولادة، وظهور اللاهوت، وظهور واعتلان هذا الثالوث الأقدس. نحن ما بين المناسبتين نقرأ الكثير من الدروس. المعلم الإلهي كما سمعتم في هذا الفصل من إنجيل متى يقول للمعمدان، والمعمدان كان يعلم ويعرف أنه لا يستحق أن ينحني ويحل سيور حذاء المعلم، لكن المسيح له المجد يصر عليه ويقول ينبغي أن نتم كل بر. في متى في كل حدث يصر هذا الإنجيلي بخلفيته اليهودية، يصر أن يثبت لنا أيها الأحباء أن المسيح جاء وتحققت به وبمجيئه تحققت كل النبوءات، لكي يكون خاتم هذه النبوءات ولتتحقق كل مخططات الله في حبه لنا عند الكثير من مفاصل حياة المعلم.